بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم الشباب راح نبدأ بالشابتر 6 اللي بيحكي لي عن الانتربت والكاونتر والتايمرز. فبالبداية شباب راح نحكي عن فكرة الانتربتس، أوكي، ونشوف كيف لما يعني يصل طلب مقاطعة للبيك مايكرو كنترولر شلون بتصرف البيك مايكرو كنترولر تاني. أوكي، الآن زي ما نعرف يا شباب الانتربت هو عبارة عن external input للسي بي يو، يعني السي بي يو شباب بيكون ينفذ او بحاله فيش ديكود اكسكيوت، يعني بيكون ينفذ الانستركشن تاعاته، اوكي، هيك طول حياه البروسيسر. الان ممكن يجي شباب ايش مقاطعه، هذا الاكسترنال انبوت اللي بيجي راح يقاطع المايكرو بروسيسر تاعنا اللي موجود داخل البيك مايكرو كنترولر. الان زي ما بنعرف يا شباب لما السي بي يو يجي طلب مقاطعه شو بيعمل، اوكي، راح يمر بالخطوات التاليه. يعني انا عند السي بي يو تاعي بعمل فيتش ديكود اكسكيوت، هيك طول حياته ماسك الانستركشن واحده واحده وبنفذ فيهن، اوكي. الان اذا لهذا السي بي يو اجى طلب مقاطعه، شو بيجي السي بي يو بيعمل؟ بيعمل الاشياء التاليه. اول شيء بيعمل السي بي يو شباب زي ما بتعرفوا اخذتوه بالمايكرو بروسيسور كومبليت ذا كرنت انستركشن، يعني بينفذ الانستركشن اللي قاعد بينفذ فيها بيكملها، يعني هو ماسك الانستركشن، فلما يجي طلب مقاطعة شو بيعمل؟ بينفذ الانستركشن، بكمل الانستركشن اللي بينفذ فيها. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية شو بيعمل؟ stores the address of the next instruction، يعني بيخزن عنوان الانستركشن اللي تلي الانستركشن اللي قاعد اللي خلصها، اوكي. وكمان بعض الأحيان ممكن يخزن بعض المتغيرات المهمة، اوكي، زي محتوى الاكيوموليتر او الوركينج ريجستر، زي محتوى الكونديشن كود ريجستر، اوكي. لان يا شباب وين بخزن الاكيوموليتر والكونديشن كود ريجستر؟ بخزنهن بالاضافه لاهم شيء اللي هو عنوان النكست انستركشن راح يخزنهن بالستاك، اوكي. ليش؟ شو السبب يا شباب؟ يعني ليش هذول بخزنهن او ليش بيعمل هاي العمليه؟ عشان لما بده يرجع يكون مخزن الادرس اللي بده يرجع يكمل عليه. بالضبط، لما يروح ينفذ طلب المقاطعه، لما بده البروسيسر يخلص طلب المقاطعه وينفذ المقاطعه، بده يرجع للمكان اللي كان فيه. فبالتالي كيف بده يعرف وين كان هو اصلا؟ وبالتالي راح يعرف وين كان من خلال ايش؟ من خلال المعلومات الادرس للنكست انستركشن اللي كان مخزنها وين؟ بالستاك، اوكي. لان الخطوه اللي الثالثه اللي بيعملها البروسيسور يا شباب، المايكرو بروسيسور لما حدا يقاطعه، الخطوه الثالثه بيعمل جمب للانتربت سيرفيس روتين الاي اس ار، وهو عباره عن فانكشن. هذا الانتربت سيرفيس روتين فانكشن بيروح بيخدم او بيقدم ايش، او بيخدم بيخدم او يعني بخدم المقاطعة هاي اللي صارت، أوكي شباب، أوكي. وبالتالي هاي الانتربت سيرفيس روتين شباب اللي بروح له المايكرو بروسيسر هو عبارة عن روتين فانكشن في مجموعة انستركشن، وهاي بتخدم المقاطعة اللي صارت، أوكي. الآن هذا عنوان الانتربت سيرفيس روتين، أوكي، وين بكون موجود يا شباب؟ بيكون موجود بالانتربت فيكتور. فبالتالي الانتربت فيكتور يا شباب بحدد لي، اوكي، او بيكون موجود في ايش عنوان، او بيكون محدد فيه شباب اللي هو عنوان الانتربت سيرفيس روتين، اوكي. وبالتالي شباب اذا لما يصير عندنا انتربت فعليا بصير هذول الثلاث خطوات الرئيسيه، اوكي. البروسيسر بيكمل الانستركشن اللي بينفذ فيها، بعدينك بيحتفظ بعنوان الانستركشن اللي تليها، وين بيحتفظ فيها؟ بالستاك. الخطوه الثالثه بنتقل للانتربت سيرفيس روتين، اوكي، وهذا بيكون عنوان محدد بالانتربت فيكتور، اوكي. اذا هذول هن اهم ثلاث خطوات بصيرن لما يصير عندنا، اوكي، لما يصير عندنا انتربت. بس بدنا ننتبه يا شباب هذول الخطوات اللي بصيرن تلقائيات، يعني مش احنا بنتدخل فيها. احنا اللي بنتدخل فيه شباب هو كتابتنا للانتربت سيرفيس روتين. على كل حال
الآن في بعض المقاطعات يا شباب، بعض الانتربت اللي بتصير بنسميها ماسكت. أوكي، إيش معنى ماسك؟ أو تصنف ماسك أو ديسيبلد، يعني بإمكاننا إنه هذا المقاطعة إنه يعني ماسكت، يعني بإمكاننا نعمل له ديسيبلد. أوكي، وبالتالي معناته ممكن نخلي البيك مايكرو كنترولر إنه ما ينفذ طلب المقاطعة. يعني ممكن مقاطعة تصير بس المايكرو كنترولر تاعنا ما أو البروسيسور تاعنا ما ينفذ هاي المقاطعة. هاي بنسميها إيش؟ اللي هو ماسكت انتربت. طبعاً كيف بنحكي والله إنه هاي المقاطعة نفذه وهذه المقاطعة طلب المقاطعة لا تنفذه؟ في عندنا مجموعة من البيتس بموجودة بالكنترول ريجستر، هاي بتحدد إنه هاي المقاطعة بدنا إحنا نعمل له إنيبل أو ديسيبل. لكن في بعض الانتربت شباب، أوكي، بعض الانتربت فيها انتربت نوت ماسكبل. إيش يعني نوت ماسكبل؟ يعني مجرد ما صار هذا الانتربت مباشرة بروح بتنفذ إيش الانتربت سيرفيس روتين تاعه، يعني المايكرو كنترولر أو البروسيسر مباشرة إيش بوافق على هذا على هذا طلب المقاطعة. طبعاً إحنا لا، البيك مايكرو كنترولر تاعنا أوكي كله ماسكت. أوكي، شو يعني ماسك؟ يعني كل الانتربت بإمكاننا إحنا نفعلها أو ما نفعلها، يعني بإمكاننا نعملها إنيبل أو ديسيبل. أوكي، كيف؟ عن طريق بتات موجودة وين؟ بالكنترول ريجسترز، راح نشوفها إن شاء الله. طيب الآن كل انتربت يا شباب في شيء له اسمه انتربت فلاجز، مجموعة من الفلاجز خاصات فيه. هذول وين موجودات؟ بالاس اف ار. أوكي، بالاس اف ار ريجسترز في بعض الفلاجز. أوكي، هذولا مسؤولية شباب، إيش هذولا مسؤولية أو شو بصير فيهن؟ بنعملهن ست لما الانتربت بحدث. أوكي، مرة ثانية شباب، لما الانتربت بصير شو بصير عندنا؟ أوكي، في بعض الفلاجز موجودة بالاس اف ار ريجسترز اللي موجودات عندنا بالرام، هذولا إيش راحات ينعملهن ست. لما ينعمل الانسيت هذا دليل انه صار عندنا انتربت بتعلق بهذولا او صار عندنا انتربت معين. اوكي، طبعا وكل بت كل انتربت فلاج كل بت متعلقه بانتربت معين او بنوع خاص من الانتربت. طيب الان من ننتبه يا شباب اذا صار عندنا اكثر من انتربت، يعني in case of several interrupts، يعني صار عندي أكثر من interrupt، فعلياً بيكون عندي فقط one ISR is completed before the next interrupt is responded to، يعني لما يصير عندي طلب مقاطعة. طبعاً أكيد لما يصير طلب مقاطعة وين منروح إحنا؟ على ال interrupt service routine اللي بيعالج هذا طلب المقاطعة، صح؟ الآن لما يصير طلب مقاطعة ثاني، طب شو بنعمل بهاي الحالة؟ لازم ننفذ ونخلص الـ ISR تاع هذا الـ interrupt السابق، بعدين وين منروح؟ على الـ next interrupt، منروح منعالجه أو منروح الميكرو بروسيسر بيستجيب للـ next interrupt. إذا فعليا شباب هذا التصرف اللي بصير إذا كان عندنا أكثر من interrupt. طيب إحنا الآن هنا بهذا السلايد شرحنا بشكل عام شو المقصود بالـ interrupt. هو طلب مقاطعة بيجي من هو عبارة عن external input لمين؟ للسي بي يو، أو هو عبارة عن طلب مقاطعة بيجي للسي بي يو. شو لما يصير هذا طلب المقاطعة؟ بصير عندنا هذول الثلاث خطوات. أوكي، الآن بدنا ننتبه إنه في بعض الانتربت ماسكت وفي بعضها نون ماسكبل. الماسك انتربت هذا معناه إنه ممكن إحنا نقول إنه هذا الانتربت إحنا بدنا نعمل له يعني enable أو disable. أوكي، لما يكون إنيبل معناها إذا طلب الانتربت هذا صار الماكرو بروسيسر بيروح إيش بيعالج هذا الانتربت. إذا كان الانتربت تاعي ديسيبلد، إذا كان ديسيبلد معمول له معناته حتى لو إجى هذه المقاطعة الماكرو بروسيسر مش رايح إيش مش رايح يهتم بهذا الانتربت. أوكي، هيك بشكل عام. الآن يا شباب
الستركتشر العام للانتربت راح يكون كالتالي. طلعوا شباب الان هذا هو عباره عن الستركتشر العام للانتربت. اوكي الان هذا الانتربت هنا هذا هو عباره عن الطلب المقاطعه اللي راح يروح لوين؟ للسي بي يو. اوكي فلما السي بي يو يجي انتربت انبوت هذا الانتربت انبوت راح يروح للانتربت انبوت للسي بي يو. لما السي بي يو يجي هذا اكتف معناته بيعرف انه وصله انتربت. اذا ما اجى معناها بيعرف البروسيسر بيكون بهاي الحاله مش واصله انتربت. الان يا شباب اذا بشكل عام بتلاحظوا متى بصير عندنا انتربت بحاله الماسكبل؟ بحاله الماسكبل بصير عندنا انتربت لما يجي انتربت انتبهوا لما يجي انتربت والانيبل تاعت هذا الانتربت فعاله فحطينا اند. اوكي والجلوبال انتربت تكون فعاله. اذا لما هاي تكون لما يجيني انتربت والانيبل تاعت هذا الانتربت هاي خاصه بهذا الانتربت تكون واحد فعاله وكمان الجلوبال انتربت تكون فعاله ف100% راح يصلني ايش؟ راح يصلني انتربت. طيب هسه على البروسيسور تاعنا كيف بعرف انه اجا انتربت من اكس مش من واي او زد او دبليو؟ اوكي كيف بعرف؟ بعرف يا شباب من خلال مين؟ الانتربت فلاج. يعني البروسيسور تاعنا بفحص الانتربت فلاج اذا هاي لقاها واحد بعرف انه الانتربت وصله من مين؟ من اكس. تمام وصله من اكس. وبالتالي شباب هذا هو عبارة عن الشكل العام. طبعا هذا راح نشرحه بالتفصيل إن شاء الله بس إحنا نحكي عنه بشكل عام. وبالتالي شباب هذا هو عبارة عن الستركتشر العام للإنتربت. أوكي أسا بالنسبة للإنبوت هذولا اللي موجودات هنا هذا عبارة عن أذر إنتربت وهن بيشبهن هذا الجزء. أوكي لأنه أنا ممكن يصل لي إنتربت أوكي يعني من أنواع مختلفة أو من ديفايسز مختلفة. الآن يا شباب زي إحنا ما بنعرف إنه البريفيرالز تاعاتنا هي اللي بتتعامل مع العالم الخارجي وجوا عندنا بالمايكرو كنترولر في عندنا المايكرو بروسيسور فالمايكرو كنترولر كور في جوا المايكرو بروسيسور. طيب الآن كل بريفيرال إلها كنترولز SFR كنترولز وإلها كمان SFR خاصة بالداتا ترانسفير. اوكي يعني زي شو متذكرين بورت A وبورت B؟ بورت A هو البريفيرال اللي كان يتعامل مع العالم الخارجي والداتا ترانسفير تاع بورت A هو الريجستر بورت A والكنترول ريجستر تاع الكنترول اللي بيتحكم بهذا البريفيرال هو عباره عن ايش؟ الترايز صح؟ الترايز A الترايز B بالضبط هذا الترايز A والترايز B هن فعليا الكنترول ريجستر تاعات البريفيرال تاعات بورت A او بورت B. اوكي الان اوكي الان يا شباب ممكن هذول هن البريفيرال يعني البريفيرالز تاعاتنا اللي موجوده هن اللي بيعمل المقاطعه على مين؟ للمايكرو بروسيسور اللي موجود داخل المايكرو كنترولر. وبالتالي هاي القطع في عندنا بعض البريفيرال الها انتربت اوكي وهذا هو اللي بيطلب مقاطعه من مين؟ من السي بي يو تبعت المايكرو كنترولر. اوكي من السي بي يو. الان طبعا ممكن يكون يجيني انتربت مش من البريفيرال اللي جوه المايكرو كنترولر ممكن يجيني انتربت خارجي اكسترنال عبر بن معين اكسترنال انتربت راح نشوفهم طبعا اكيد احنا هيك بنشرح بشكل عام. الآن السؤال تاعنا إذا صار انتربت زي ما حكينا المايكرو كنترولر بينفذ بيكمل الانستركشن اللي بينفذ فيها وبعدين بروح بينفذ بروح بيخزن البروجرام كاونتر يا شباب البروجرام كاونتر تاع النكس انستركشن للانستركشن اللي بينفذ فيها أو اللي صار عندها مقاطعة وين بروح بيخزن لي إياه؟ بخزن لي إياه بالستاك.
فعندنا زي ما بتعرفوا في عندنا ستاك موجودة، وهاي الستاك يا شباب أوكي بتخزن فيها إيش؟ بتخزن فيها الادرس تاع النكس انستركشن لما يصير عندي انترفت. طيب بعدين وين بروح الكمبيوتر تاعنا يا شباب؟ وين بروح؟ بيروح على 04 دكتور الادرس، بروح بحطها بالضبط. ايوه هيك مصمم المايكرو كنترولر تاعنا، بيروح بيجيب ال 04 ادرس هذا هو وبخزنه بالبروجرام كاونتر. اذا البروجرام كاونتر راح يصير فيه 4. طب دكتور اها بس ليش كاتبين انتربت روتين اولويز ستارت هير عند الريست فيكتور؟ لا هاي بالغلط، هاي هي هون. اوكي interrupt routine start here بالinterrupt vector، تمام. وبالتالي بهاي الحالة إذا مجرد ما يعني بس يصير الانتربت مباشرة البروجرام كاونتر راح يصير يتخزن فيه إيش؟ راح يتخزن فيه 4 لما يصير. الآن بناء عليه لما يصير بالبروجرام كاونتر 4 أوكي، لما يصير بالبروجرام كاونتر 4 وين النكس انستركشن راح تتنفذ؟ بس بعد ما يصير بعد ما يصير بالبروجرام كاونتر 4 راح تتنفذ اول انستركشن راح يكون اذا هي هاي الانستركشن اللي موجوده بالميموري اوف 4 وهذا بنسميه الانتربت فيكتور. وبالتالي هسه الانستركشن هاي راح تتنفذ يا شباب. اذا وين اول تنفيذ الانتربت زي الكول يعني بالانستركشنز؟ خلاص هسه ببلش يعمل فيتش دي كود اكسكيوت من 4. اوكي يعني الان مباشره بصير ببلش يعمل فيتش دي كود، فاول انستركشن راح تكون هاي مباشره بنعملها فيتش دي كود اكسكيوت، بعدينك راح البروجرام كاونتر يصير 5، بعدينك بروح بعمل فيتش لها دي كود اكسكيوت، بعدينك البروجرام كاونتر 6، فببلش ينفذ من هون. وبالتالي هذا هو يعتبر الـ ISR البداية الـ Instruction Service Routine. أوكي؟ في ناس شو بتعمل؟ أول Instruction بالروتين تاعنا بتحطه Go To، يعني هون بحط Go To مثلاً وبكتب هون ISR طبعاً أو أي Label، والـ ISR بيكون عبارة عن موقع بالذاكرة، فبالتالي راح يكون الانتربت سيرفيس روتين اللي يتنفذ هون. وبالتالي يا شباب اذا لما المايكرو كنترولر يصل طلب مقاطعه ويكون هذا ننتبه ويكون احنا مفعلين يعني وسامحين انه هذه المقاطعه تشتغل مباشره البيك مايكرو كنترولر بس يصل طلب مقاطعه مباشره بروح بخزن 04 وين بالبي سي. طبعا اكيد بعد ما يخزن الريتيرن ادرس بالستاك. طيب الان يا شباب انتبهوا، الان كل حياه المايكرو كنترولر فيش ديكود اكسكيوت، فالان لما يلاقي بالبروجرام كاونتر 4 هذا شو بيعني؟ انه راح يبدا ينفذ من وين؟ من ميموري اوف 4. وين ميموري اوف 4؟ هيو. فعندنا بهذا المثال ميموري اوف 4 راح ياخذ من هاي الانستركشن وينفذها، فراح يلاقي انها جو تو اي اس ار. شو يعني go to ISR؟ يعني راح ينفذ هاي الانستركشن مباشره الان البروجرام كاونتر راح يصير هو عنوان الاي اس ار، صح؟ معناها بعد ما ينفذ الجو راح يجي على الانستركشن هاي، بعدين كاي، بعدين كاي، بعدين كاي، وبهيك راح ينهي الانتربت سيرفيس روتين. هيك بشكل عام. طيب خلينا نشرح كمان بالتفصيل. الان يا شباب الانتربت ستراكشر اللي خاص بالبيك 16F8 48، اوكي احنا شرحنا الانتربت اللي خاص بمين بشكل عام الانتربت ستراكشر، هسه عمل نشرح الانتربت ستراكشر اللي خاص بهذا البيك مايكرو كنترولر. احنا اللي مدرسه هذا البيك مايكرو كنترولر يا شباب اوكي له 18 بن، هذا هو المايكرو كنترولر تاعنا، هذا البين دايجرام تاعه، تمام؟ اوكي، الان بدنا نشوف كيف هذا المايكرو كنترولر يا شباب كيف الانتربت ستراكشر تاعه. طيب طلعوا يا شباب الان
متى بصير انتربت على السي بي يو؟ راح يصير يا شباب انتربت على السي بي يو اذا واحد من الانتربت هذولا كان شغال، صح؟ يعني اما الاول او الثاني او الثالث او الرابع، وبالتالي حطينا اور، وكانت الجي اي اي كانت فعاله. شو هي الجي اي اي؟ الجلوبال انتربت انيبل، هاي اسمها، وهاي بت موجوده ب بواحد من الريجسترات. هسه بنشوف هذا الريجستر. اذا تابعوا علي شباب، اذا الانتربت بصير، طلعوا، اذا واحد من هذول الانتربت فعال، اما هذا او هذا او هذا او هذا، لهيك حطينا اور. و لما احكي و يعني اند، والجلوبال انتربت انيبل كان فعال. يعني اذا الجي اي اي انتم حاطينه صفر، مستحيل يصل انتربت للسي بي يو، يعني انت بتكون مانع اي حدا يقاطع السي بي يو تاعك، تمام؟ واذا انت حاطه واحد، معناته هاي راح تكون الاند واحد، معناته اي انتربت بصير من هاي او هاي او هاي او هاي راح يكون واحد منهم، معناها راح يشتغل، وبالتالي راح يصل طلب مقاطعه للسي بي يو تاعنا. وضحت هاي؟ هاي أول نقطة. الآن هاي بت أنتوا بتكونوا من بداية محددينها إذا بدكم تسمحوا مقاطعة أو لا. طيب الآن يا شباب، بما أنه زي ما أنتوا شايفين بالرسم الأمامنا، معناته في عندي أربع حالات ممكن يصير فيهم طلب مقاطعة، معناها البيك ماكرو كنترولر هذا بسمح بأربع حالات مقاطعة، يعني بسمح لأربع أشخاص يقاطعوا. من هم؟ طبعا هذا للبيك تاعنا، في بيك مايكرو كنترولر اخرى فيها عدد كبير من الـ من من الاشخاص اللي ممكن يقاطعوا البروسيسر او المايكرو كنترولر، اوكي، او البروسيسر اللي داخل المايكرو كنترولر. على كل حال البيك تاعنا هذا في اربع اشخاص ممكن يقاطعوا، اللي هم من هم؟ طلعوا. اول اللي هم، اول شيء التايمر، هاي خاصه للتايمر. مش في عندنا البيك مايكرو كنترولر هذا تبعني يا شباب، في جواته هذا في تايمر، هذا ممكن يعمل طلب مقاطعة. كمان في عندي الشخص الثاني ممكن يطلب مقاطعة، هو ايش؟ الاكسترنال انبوت. في عندهم هنا بن، هيها بن، هيها بن رقم 1 2 3 4 5، بن رقم 6، اوكي، هاي اذا اعتبرناه انبوت، اوكي، هذه شباب هاي البن ممكن او هي تعتبر الشخص الثاني اللي ممكن يقاطع المايكرو كنترولر، اوكي، ممكن يقاطع المايكرو كنترولر. طبعا اذا اجت مثلا 0 1 او 1 0 حسب احنا شو يعني كيف مبرمجين هذا الانتربت، وبالتالي معناته مجرد ما اختلفت الستيت تاعت الاي ان تي اللي هو البن رقم 6، اوكي، بيصير عندنا مقاطعه على مين؟ المايكرو كنترولر تاعنا، بس بشرط، اوكي، بشرط يكون احنا مفعلين هذا الانتربت، لازم يكون مفعلينه. طيب الان الشخص الثالث اللي ممكن يقاطع المايكرو كنترولر تاعنا هو بورت اي تشينج، يعني اي تعديل على البتات ببورت A اللي موجود المايكرو كنترولر تاعي ممكن تعمل مقاطعه. بس بورت B، صح؟ مش A، بورت B، نعم، ببورت B، بس بشرط يكون مفعلين هذا المقاطعه. ونفس الشيء عمليه الاي اي بي روم، مش هذا المايكرو كنترولر في اي بي روم موجود بداخله، اوكي، طبعا نروح احنا نكتب عليها، هاي بتخزن لي الداتا بشكل دائم، تمام؟ إذا بدنا نخزن الداتا بشكل دائم فبنخزنها على الـ EEP ROM. الآن هاي لما نروح نكتب الداتا عليها، هسه لما هاي تخلص عملية الرايت، أوكي، إيش؟ راح تعمل مقاطعة لمين؟ للـ CPU تاعنا، وبالتالي هذا الشخص الرابع اللي مسموح له يعمل مقاطعة. أوكي؟ إذا هذول هم الأربع أشخاص اللي موجودين عندنا اللي مسموح لهم يقاطعوا المايكرو كنترولر تاعنا.
الآن، بس بشرط تكون إيش يا شباب؟ يكون الإنيبل تاع الإنيبل بت اللي خاصة بهذا الانتربت تكون فعالة. فبالتالي بما أنهم هون أربع أشخاص، الشرط الرئيسي شو يا شباب؟ الشرط الرئيسي إنه الانتربت إنيبل تكون فعالة. الانتربت إنيبل. في فلاج اسمها T0IE أوكي خاصة بالتايمر، واحدة IN internal أو external interrupt، هاي خاصة بالإكسترنال interrupt، والRBIE port B interrupt enable خاصة ببورت B change، والEEIE اللي هو الEEB ROM الانتربت إنيبل برضو لازم تكون فعالة. فالآن هذول الأشخاص حتى لو طلبوا انتربت، إذا ما كان الانتربت فلاك تاعيتهم ما كانت إحنا مفعلينها، معناته حتى لو صار هذا الانتربت مش راح يكون له تأثير على السي بي يو. أوكي، وكمان مش بس هيك، في عندنا الاي فلاج لكل واحد منهم، اوكي الاي فلاج لكل واحد منهم كمان لازم تكون فعاله. وبالتالي الانتربت تاعي ممكن يصير بحال التفعيل، انتبهوا يا شباب، الانتربت لاي واحد من هذول الاربعه راح يشتغل بشرط الانتربت انيبل تاعيته شغاله، وبشرط الانتربت فلاج الاي اف تاعيته تكون برضو اكتف. يعني ما الان هاي ما بتشتغل الا لما يكون هذا واحد وواحد، وبالتالي لما يكون واحد وواحد هاي بتكون واحد، وبالتالي راح يطلع هنا واحد، واذا هذا الجلوبال فعال للجميع معناها راح يكون واحد، وبالتالي راح يصل الانتربت ايش للسي بي يو. هسه هذول البتات راح ناخذهن بالتفصيل، تمام، راح نحكي عنهن بالتفصيل. الان بشكل عام زي ما انتم شايفين هنا، اذا بشكل عام لكل انتربت في بتين، واحدة اسمها اي اف وواحدة اسمها اي اي، صح؟ ولهذا نفس الشيء اي اف اي اي او اف او اي، ولهذا كمان اي اف اي اي، وللاي بي روم اي اف اي اي. اذا مستحيل الانتربت يشتغل الا لما يكون هذول الثنتين اكتف. طيب الان بالنسبة مثلا ل البورت بي تشينج، اطلعوا لي مثلا هون على البورت بي تشينج. الان احنا اتفقنا انه يعني البورت بي تشينج اوكي ممكن اي تعديل على الستاتس على البتات تبعات بورت بي ممكن يعمل لي انتربت. الان يا شباب حتى لو بورت بي اوكي تغير بت واحدة فيه، اوكي الان بهاي الحاله مش اوكي مش راح يصير انتربت الا اذا احنا شو عملنا، الا اذا كانت الار بي اي اي انيبلد. اوكي احنا طبعا هاي بنكون احنا عاملينها اوكي من البدايه، اوكي بنكون احنا مفعلينها، وكمان مجرد ما وكانت الار بي اي اف كمان ايش انيبلد. الان هاي احنا بنعدلها، اما هاي اللي موجوده هون يا شباب هاي تلقائي بتصير، مجرد اي بت تغيرت ببورت بي اي بت، هاي البت راح ايش راح يصير تلقائي واحد، هاي البت تلقائي بتصير واحد. اوكي وبالتالي بما انه هاي البت يعني هون اي تعديل على بورت بي هاي الفلاج راح يصير واحد، واحنا الار بي هاي اصلا مفعلينها واحد، وبالتالي راح يطلع واحد راح يطلع واحد، وإذا هذا أصلاً الجلوبال إحنا مفعلينه واحد، وبالتالي راح يصل لي انتربت. نفس الإشي بالنسبة للتايمر، طلعوا لي التايمر. شايفين الآن إحنا قلنا في التايمر ممكن يعمل التايمر اللي داخل تايمر عداد أوكي هذا أو كاونتر تايمر هذا موجود داخل المايكرو كنترولر، هذا ممكن يعمل انتربت. كيف ممكن يعمل انتربت؟ طلعوا الآن إذا كنا إحنا مفعلين الآي إي تاعته، يعني احنا كنا حاكين انه الاي اي عملها ست، هاي احنا بنفعلها. الان
مجرد هذا التايمر ما عمل اوفرفلو. شو يعني عمل اوفرفلو؟ يعني التايمر هذا 8 بت فبعد 0 1 2 3 تمام لحديت 255. لان لما يصل 255 8 بت وين بده بعدين يكروح؟ بعدين بده يصير 0 فبصير اوفرفلو. فلما يصير اوفرفلو مباشره هاي البت تلقائي بتتعدل بالستاتس ريجستر. فبالتالي بما انه صار اوفر يعني التايمر مش دائما بيعمل ايش، مش عامل اوفرفلو، فقط لما يصير اوفرفلو هاي البت تلقائي بتصير واحد، واحنا اصلا مفعلين الانتربت انيبل فمباشره الاند هاي راح تشتغل وبالتالي راح يشتغل ايش، راح يصير انتربت بشرط الجلوبال يكون فعال. ونفس الاشي بالنسبه للاكسترنال، الاكسترنال اطلعوا اذا هاي البت رقم 6 هاي عباره يا شباب بتشتغل ك انتربت او كبورت بي 0 يعني بتشتغل ملتي فانكشن تمام. اذا انا بدي اشغلها كانتربت بعملها انبوت تمام، وبقدر استفيد من هاي البت كايش، كاكسترنال انتربت. الان احنا سامحين للاكسترنال انتربت للاكسترنال انه يعمل انتربت على البروسيسور، فبالتالي الديفايس تاعيتي اذا بشبكه مع بت رقم 6 بالمايكرو كنترولر تاعي. طيب الان اذا احنا بدنا نسمح له بنعمل هاي البت ايش يا شباب، نعملها واحد. طيب هسا افرضوا اجانا انتربت من برا، يعني الاي ان تي تغيرت الستيت تاعيته من 0 1 او من 1 0، طبعا اما هاي او هاي حسب، راح نشوف كيف يعني بصير كيف العمليه بتتم. الان بمجرد ما صار انتربت، بمجرد ما تغيرت الستيت تاع الاي ان تي انبوت تاع الاي ان تي بن، مجرد هاي البت قديش راح تصير يا شباب، راح تصير واحد. هاي اند واصلها واحد واحد معناها راح يفوت تون واحد واحد، اذا الجلوبال واحد معناها راح تعمل انتربت للبروسيسر وبالتالي البروسيسر تاعي راح يصله انتربت. وبالتالي بشكل عام، اذا بشكل عام في بت احنا بنعدلها اوكي مشان بنعملها ديسيبل او انيبل للانتربت اوكي، والبت الثانيه تتعدل هي تلقائي اوتوماتيكلي اوكي، تتعدل اوتوماتيكلي. يعني مثلا هاي تتعدل اذا صار تايمر اوفر فلو، هي بتكون صفر اذا صار اوفر فلو بتصير واحد. الانتربت الاكسترنال انتربت هاي بتكون صفر لما يجينا external input هون بتصير واحد. نفس الاشي لبورت بي، اي بت بتتعدل مباشرة هاي الفلاج تلقائي بتصير واحد. واذا احنا سامحين له للانتربت يصير معناته راح يصير انتربت. وبالتالي الانتربت ريكوست بناء عليه اوكي راح يصير حسب هذا الشكل اللي امامي، اطلعوا لي على الشكل اللي فوق يا شباب. انتربت بده حتى يصير طوالي بفعل لي الانتربت فلاج بت اوكي، واذا الاي اي بت اللي هي بمثابه السويتش، اذا الاي اي بت مش فعاله معناها مش راح يفوت انتربت على البروسيسر، اذا الاي اي بت فعاله يعني كانت واحد يعني هذا السويتش مسكر تمام، معناته راح يفوت معناته الانتربت بهاي الحاله اذا كان انيبل لانيبل بت، اذا كانت فعاله راح يفوت ال 1 وبالتالي راح ايش اوكي راح بهاي الحاله يا شباب الانتربت يصير وبالتالي راح نطلب مقاطعه من البروسيسور تاعنا تمام. اذا هذا هو عباره عن الاستراكشر يا شباب تاع البيك مايكرو كنترولر 16F84A. اوكي الان خليني يا شباب نطلع بالتفصيل على هاي البتات اوكي الموجودات هذول وين موجودات، حكينا هذول كلهن وين موجودات بالاس اف ار ريجستر. طيب الان الريجستر تاع اللي موجود بالسبيشال فانكشن ريجستر يا شباب هو اسمه انتربت كنترول ريجستر اوكي، هذا واحد من الريجسترات الموجوده عندنا
اللي هو اسمه interrupt control، وفي هذول البتات. تمام، البتات تبعتنا طبعا هذا واحد من الريجسترات فبالتالي له عنوان. اوكي، الان اطلعوا على مكوناته. هاي عباره عن ايش؟ الجلوبال انتربت انيبل بت. اذا كانت واحد بت السابعه بيكون انيبل اول انماسكد انتربت، اذا كانت قيمتها صفر بتكون انت ديسيبل اول انتربت، يعني اي انتربت بصير حتى لو صار مش راح يطلب مقاطعه من البروسيسور تاعنا. هاي البت الاخيره معناها اذا احنا بننفعل انتربت معين لواحد من هذول الاربعه اللي حكينا عنهن معناها لازم نعمل الجي اي اي واحد. طيب، وبالاضافه كمان لازم لكل واحد نفعل له مين؟ احنا نفعل له الانتربت انيبل تاعيته، فبالتالي البت السادسه اي 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 اي، البت الخامسه يعني السادسه خاصه للاي بي روم، البت الخامسة خاصة بتايمر زيرو انتربت انيبل. وهي زي ما حكينا إذا حطيتوا واحد هاي انيبل ذا تايمر زيرو انتربت، وإذا كانت صفر أنتوا بتكونوا عاملين ديسيبل للتايمر زيرو انتربت. طبعا وهي عبارة عن تايمر زيرو اوفر فلو، وهاي للإكسترنال انتربت إذا بدكم تفعلوه أو لا، فبتحطوها يا صفر يا واحد. وهاي لبورت بي البت رقم ثلاث، هاي لبورت بي تشينج انتربت انيبل، وبالتالي اذا بدكم تفعلوا اي تشينج ببورت بي ف يعني هو يعمل انتربت لازم تعملوا له انيبل. طيب الان في عندنا هون يا شباب ثلاث بتات، اوكي، اللي هن الفلاج، اللي هي عباره عن تايمر زيرو انتربت فلاج، وهاي البت then T0IF، والثاني اللي هو عبارة عن هاي إيش؟ هاي التايمر زيرو. هاي شباب تايمر زيرو انتربت فلاج هاي عبارة عن اسمها تايمر زيرو أوفرفلو انتربت فلاج بت. هاي انتبهوا، هاي بتصير واحد يا شباب، بتصير واحد متى؟ لما التايمر زيرو هاز اوفرفلود، يعني لما تايمر زيرو يوصل لوين؟ ل 255 مو 8 بت، الان لما يرجع صفر طوالي هاي بتصير واحد. اوكي؟ الان بتكون صفر هاي تلقائيه متى؟ لما الريجستر داز نوت اوفرفلو، يعني لما يكون بالوضع الطبيعي في ارقام غير يعني ما عمل اوفرفلو. طبعا هاي بتتعدل تلقائي. ونفس الشيء بتتعلق بالاي ان تي اف، هاي عباره عن الاكسترنال انتربت فلاج. اوكي، هاي بتتعدل تلقائي، بتتعدل يعني بناء على الانبوت. الان هاي راح تصير واحد، هي بتصير واحد. اوكي؟ مش احنا بنخليها واحد، هي بتصير واحد، متى؟ لما الانتربت اكسترنال انبوت، هاي هي، لما هاي لما الاكسترنال انتربت اوكرد، يعني لما هاي الانتربت هاي الانبوت يجي يتغير الستيت تاعيته. اوكي، بهاي الحاله بتصير هاي واحد، وبتكون صفر اذا هاي الانبوت اللي موجود هون ما تغيرتش قيمته. طيب، وكمان البت الصفر هاي شباب نفس الاشي، بورت بي اي فلاج هاي تطلعوا بتصير واحد اذا على الاقل بت واحدة من أربعة لسبعة change state. إذن إذا بت واحد على الأقل من بورت بي، طبعا مش بورت بي كله، فقط من أربعة لسبعة. أوكي، يعني أربعة وخمسة وستة وسبعة إذا تغيرت أي بت موجودة عليهم، مش كلهن عفوا يا شباب، ماشي. إذا تغيرت عندنا معناته بهاي الحالة أي بت بتتغير قيمتها على هذول البنات مباشرة هاي الفلاج راح تصير واحد. إذا ولا واحد تغيرت، يعني البتات هذول ظلن حسب سابقا، بتكون بهاي الحالة إيش؟ قيمتها صفر. أوكي؟
بس احنا عفوا اذا حكينا انه بورت بي كله، لا هي فقط البتات من 4 الى 7. طيب بس بدنا ننتبه لنقطه يا شباب، ايش الشيء هذول الاي افات هذولا؟ مش هن لما يصير اي تعديل تلقائي بيصير واحد، وبالتالي احنا مسؤولين بالبرمجه انه ايش نعملهن كليرت. يعني دائما بالتالي دائما يا شباب لازم نعملهن كليرد، لان متى بنعملهن كليرد؟ بالانتربت سيرفيس روتين. فالان من الان وطالع بالانتربت سيرفيس روتين لازم تكون اخر جمله بالروتين تاعي انه نرجع هذول الفلاجز هذول نرجعهم لصفر، احنا مسؤولين عن ترجيحهم لصفر. طيب راح نشوف، احنا لما نحكي مثال راح نشوف ان شاء الله بالتفصيل. الآن يا شباب منا نشوف خطوات اللي بيعملها البيك ماكرو كنترولر لما يستجيب لمين؟ لانتربت. يعني إذا صار عندنا انتربت، تمام، صار عندنا انتربت، طيب أوكي صار عندنا الآن انتربت، الآن شو الخطوات اللي بيعملها البيك ماكرو كنترولر؟ طلعوا لي شباب. أول شيء بيكون أنا عندي المين بروجرام إز رانينج، يعني بيكون برنامج الرئيسي بيشتغل طبيعي، تمام؟ إذا برنامجنا بيشتغل يعني بنفذ فيش ديكود إكسيكيوت. افرض الآن إجا انتربت، يعني إجا الماكرو كنترولر إجا انتربت، طوالي الماكرو كنترولر بيعمل انتربت ديدكت، لما يعمل يعني يعمل ديدكت للانتربت. طيب شو بيعمل؟ complete the current instruction، صح؟ هاي حكينا عنها. بعدين save the program counter لمين؟ تاع للمين البروجرام، بيسيب البروجرام كاونتر تاعه بالستاك. وشو بعدينك بيعمل؟ clear للجي اي اي، هاي تلقائي بتصير طبعا، مش احنا بنعملهن، هاي الخطوات كلها بتصير تلقائي. طيب اذا المين بروجرام شغال، صار انتربت، فالماكرو بروسيسر عمل ديدكت للانتربت مباشره، بيكمل الجمله اللي هو فيها، بيسيف البروجرام كاونتر تبع هذا المين بروجرام، بيسيفه بالستاك، فبيعملها بوش بالستاك. بعدينك بيعمل كلير للجي اي، ليش بيعمل كلير للجلوبال انتربت انيبل؟ هاي شو بتعمل لي لما تعمله كلير انتو؟ بمنع انتربت تاني يجيني دكتور. بتمنع ايش؟ بمنع انه انتربت تاني تجيني، يعني عشان انفذ اللي معي بعدين بقبل غيرها. بالضبط، اذا هاي الكلير بتمنع اي انتربت ثاني يجيني وانا قاعد بعالج بالانتربت تاعي. اي اذا اي انتربت الان راح يكون ديسيبلد بهاي اللحظه طبعا. طيب الخطوه الثانيه اللي وراها ريلود البروجرام كاونتر ويز 04، اذا راح البروجرام كاونتر تاعي الجديد راح يكون فيه 4. طيب خلص بس على الماكرو بروسيسر راح يبدا يعمل فيتش ديكود اكسكيوت، والبروجرام تاعه 4 معناته 100% راح يبدا ينفذ طبعا على الانستركشن اللي على ميموري اوف 4 اللي بمثابه هي الانتربت سيرفيس روتين تاعنا. وبالتالي الان الانتربت سيرفيس روتين اللي راح يعالج هذا طلب المقاطعه راح يبدا يتنفذ، فبيبدا ينفذه جمله جمله. الان راح يظل ينفذ فيتش ديكود اكسكيوت والبروجرام كاونتر يتغير اوكي لحديت ما يصل اوكي الار ريتيرن فروم انتربت. هاي انستركشن احنا بنكتبها، هاي واحده من الانستركشن ست تبعات مين؟ البيك ماكرو كنترولر. لما يلاقيها معناته خلاص من اسمها ريتيرن فروم انتربت، ما بنحط له ريتيرن العاديه، هاي ريتيرن فروم انتربت وضعها خاص اوكي. فمباشره لما نقول له ار اي تي، فطوالي يا شباب شو بيعمل هون؟ شو بتتوقع هاي الجمله يكون يعني تنفيذها او كيف بتشتغل؟ الار تي اي هاي مباشره راح ايش تخلص الانتربت سيرفيس روتين. يعني شو اخر جمله لازم نكتبها بالانتربت سيرفيس روتين؟ انه ترجع الستاك تاعت ترجع الانستركشن اللي بالستاك
على البي سي. لا اللي بالستاك بنحط البي سي احنا، نرجع نرجع بالبروجرام كاونتر عنوان النكست انستركشن اللي موجوده بالمين بروجرام اللي صار عنده المقاطعه. اي اللي هو مخزن بالستاك المفروض دكتور خزننا صح؟ اللي هو البروجرام كاونتر اللي متخزن بالستاك. تمام. يعني يس يعني البروجرام كاونتر هو اللي بيكون مخزن بالستاك، وبالتالي ال RTFIE هاي يا شباب راح تروح الان تجيب لي الانستركشن تاعيتي. تمام، راح تجيب لي عفوا البروجرام كاونتر تاعي اللي هو تاع اللي موجود البروجرام كاونتر اللي موجود بالستاك اللي كان يأشر على النكس انستركشن اللي صار عندها انتربت، يعني مشان يرجع لنفس المكان اللي انطلق منه. تمام، فهاي الـ RT وبالتالي هاي آخر جملة لازم نحطها. طيب بعد هيك إذا هسا خلص بنبطل ننفذ الروتين تاعنا. أوكي، فهذا الفلو تشارت بيقول لي وين نروح الآن. الآن بعد هيك المايكرو كنترولر بحط لي الـ GIE بحطه واحد مشان يسمح بالإنتربت جلوبال. بعد هيك load البروجرام كاونتر from stack. الآن من الستاك بنجيب البروجرام كاونتر وبنحطه وين؟ وبنحطه بالبروجرام كاونتر تاعنا، نجيب البروجرام كاونتر القديم. وبعد هيك continual program execution، بعد هيك البرنامج تاعي رح يرجع للمين بروجرام ويكمل تنفيذه. فبكل بساطة احنا بالمين بروجرام يجاني interrupt بروح على الاي اس ار، بس نخلص الاي اس ار بنرجع للمين بروجرام. هسا احنا كمبرمجين بهم هاي الخطوات كلها المايكرو كنترولر بيعملها مش احنا. احنا بتعرفوا شو اللي بهمنا او اللي لازم نعمله؟ احنا بنكتب الاي اس ار واخر جمله من فيه بنحط الار اي تي ريتيرن فروم انتربت. اوكي، الان تلقائي مجرد برنامجي ما صار فيه انتربت مباشره الكمبيوتر تاعي بيروح لهون بنفذ الـ ISR، بس يخلصه وين برجع؟ برجع للبرنامج تاعنا اللي كنا فيه. أوكي، هذا اللي بيصير فعليا. تمام؟ إذن الآن يا شباب زي ما أنتم شايفين هذول هن عبارة عن خطوات كتابة أي برنامج بيحتوي على Single Interrupt. إذن لازم نضمن هاي الأشياء كلها اللي هي زي ما قلنا أول إشي، لازم الـ ISR لازم يبدأ على وين؟ على الانتربت فيكتور، يعني على اللوكيشن رقم 4. تمام، أوكي، هذا لازم إحنا نضمنه، سواء أنه نكتب، يعني هذا شو بيعني؟ أنه نكتب الانتربت سيرفيس روتين على موقع 4، أوكي، أو نحط جملة go to على موقع 4 لهذا الانتربت سيرفيس روتين. إذن هذا أول شيء لازم نعمله ولازم نضمنه. الخطوة الثانية لازم نضمن أنه نفعل الانتربت تاعنا. طبعا كيف بنفعله؟ بنروح على الانتربت انيبل اوكي بت اللي موجودات بالانتربت كنترول ريجستر وبنروح بنفعلهن. وبالتالي زي ما حكينا اذا انا مثلا بدي افعل التايمر اوفر فلو على سبيل المثال، لازم اروح على التايمر زيرو اي اي هيها اللي هو بت رقم 5 واحطه انا واحد مشان افعل الانتربت منه. طيب، وكمان يا شباب لازم نفعل ايش؟ نعمل ست للجلوبال انتربت. اذا هاي ما عملنا لها ست ولا انتربت راح يصير. اوكي، وبالتالي لازم كمان يا شباب هاي زي ما حكينا نعملها ايش؟ لازم نعملها واحد، وبالتالي لازم هاي البت عملها واحد من الاول. فبالتالي لما يكون بالانتربت كنترول ريجستر زي ما انتم شايفين هاي واحد وكمان هاي واحد، تمام، مباشرة معناته مثلا إذا كانت مثلا هاي واحد وهاي واحد على سبيل المثال بت 7 وبت اللي هو بت 4، إذا كانت هاي واحد وهاي واحد معناته إحنا سامحين للإنتربت يصير من أي سورس، طبعا إذا هاي واحد والباقي صفار من الإكسترنال إنتربت، هاي بالتالي إحنا مسؤولين عنها. كمان بما أنه كان يحكي لي هون must be cleared هذولا الإنتربت فلاج، تمام، هذولا لازم نعملهن cleared، معناته لازم بالاي اس ار ايش اضمن انه اعمل cleared للانتربت فلاج. وكمان لازم بنهايه الاي اس ار مشان نرجع للمكان اللي جينا منه
أو اللي صار عنده الانتربت لازم أحط جملة الريتيرن from interrupt instruction تكون هاي آخر جملة عندنا. الآن يا شباب لما يصير عندنا interrupt بهاي الحالة إذن أوكي أوكي لما يصير عندنا interrupt بهاي الحالة يا شباب رايح يعني يتم معالجته بالطريقة المناسبة، وبالتالي أي برنامج بنكتبه معناته يا شباب لازم نضمن هاي الخطوات كلها. أوكي أوكي شباب، لأن زي ما أنتوا شايفين أمامكم أوكي الآن راح نشوف شو الريجسترات اللي راح نحتاجها يا شباب لما إحنا نعمل interrupt. أوكي الآن يا شباب زي ما أنتوا شايفين في عندنا هاي هي الميموري تاعتنا اوكي اللي هو الرام اوكي بتحتوي زي ما قلنا الجزء الاول على اللي هو الفانكشن الاف اس ار او الاس اف ار اللي هو سبيشال فانكشن ريجستر اوكي الجزء الثاني بيحتوي على الجنرال بيربز ريجستر اللي هو بالاس ار بالاس رام تمام. الان زي ما انتم شايفين هون يا شباب في عندنا الانتربت كنترول هذا اللي توني شرحناه بالتفصيل هذا وين موجود بالرامات هيو الانتربت فيكتور الانتربت كنترول عفوا هيو انتربت كنترول موجود ب على 0 ب طبعا موجود ببانك A وموجود ببانك B يعني سواء انتم ببانك A او ببانك B تقدروا تعملوا اكسس على الانتربت كنترول تمام. هذا هو الانتربت كنترول تاعي يعني عنوانه على 0 على 0 ب فبالتالي والله انتم حابين تعدلوا هاي البت تعملوها واحد فكل بساطه بتقولوا له بت 6 F لإيش؟ لعنوان 0B بت 6 F لبت رقم قديش؟ 7 هاش رح تعمل لي؟ بت 6 F يعني رح تعمل لي 6 للبت السابعة ب 0B وين 0B؟ هيو 0B البت السابعة يعني رح تكون إيش؟ آخر بت واحد هاي هي يعني شو رح تعملوا؟ رح تعملوا الجلوبال IE واحد GIE وبالتالي هيك بهاي الجملة اللي أنا كتبتها هون هيك أنتوا رحين تسمحوا لمين يا شباب راح تسمحوا أو راح تفعلوا الجلوبال آي إي وبالتالي راح تسمحوا لكل الانتربت إنه يحدث طبعاً بشرط تكونوا انفعلين البت المناسب لهذا الانتربت تمام. الآن حابين تفعلوا الأذرز أو راح حابين تفعلوا الانتربت على الانتربت مثلا الانتربت المعينه فايش بتعملوا؟ بتعملوا ست يا شباب لمين؟ لا الانتربت بتعملوا ست للبت اللي موجوده بالانتربت انيبل اللي خاصه بالشيء اللي انتم حابين تفعلوا له مين؟ الانتربت تمام؟ نفس الطريقه بت ست اف او بت كلير اف حسب تمام؟ وبتعطوا عنوان 0 بي اوكي او اذا انتم حاطين 0 بي كايكويت فوق تقدروا تستخدموه وبتعطوه رقم البت اللي حابين تعملوا لها ست او كلير تمام. الان في عندنا هون يا شباب الستاتس ريجستر هذا هو هذا الستاتس ريجستر اللي احنا اخذناه المره الماضيه وحكينا عنه تمام. هذا برضه الستاتس ريجستر راح نستخدمه في برامجنا اوكي مشان خصوصا نشوف الريجستر تاعي ببنك اي او بنك بي وبالتالي بلزمنا نعرف احنا على اي بنك بدنا نشتغل تمام. وبالتالي لما نكتب برامجنا بحاجه له. كمان يا شباب في عندنا ريجستر ثاني اسمه اوبشن اوكي اوبشن ريجستر تمام هيو على عنوان وين موجود؟ على عنوان 8 واحد على عنوان واحد اوكي اللي هو بي ايش ببانك 1 تمام. وبالتالي هو موجود على ادرس واحد ببانك 1 وبالتالي يا شباب اوكي اذا انتم حابين تكتبوا عليه لازم اول شيء من الستاتس ريجستر تحددوا انتم تحددوا البنك راح تحددوا اكيد بانك 1 فبالتالي بالار بي 0 بدكم تحطوا واحد. الخطوه الثانيه اكتبوا على عنوان واحد وبالتالي راح ينكتب على الاوبشن ريجستر لان الاوبشن ريجستر يا شباب فيها بت وحده اوكي فيها بت وحده هيها راح نحتاجها اسمها اي ان تي اتش
اوكي. هاي الاي ان تي ايدج شباب، هاي خاصه بالايش بالانتربت، اسمها انتربت ايدج سيلكت بت. هاي خاصه يا شباب بايش؟ بهذا بالانتربت انبوت الاكسترنال، خاصه بالاكسترنال. هسه عبتكو يشتغل على الرايزنج ايدج ولا على الفولينج ايدج؟ فهاي البت بتحددوا انكم بدكم تشتغلوا على الرايزنج او الفولينج ايدج لمين؟ للاي ان تي. احنا مش قلنا اذا الاي ان تي تاعيتي تغيرت قيمتها اوكي والبت المناسبه إلها زي هون كانت مفعله، معناته بصير عندنا انتربت، مش هيك حكينا؟ الان السؤال تاعي الاي ان تي اذا غيرت الستيت من صفر لواحد ولا من واحد لصفر؟ اوكي بهاي الحاله انتم بتقدروا تحددوه مسبقا، فبالاوبشن ريجستر بت رقم 6 بتكونوا حاطين فيها يا واحد يا صفر. اذا انتم حاطين فيها واحد معناها الانتربت راح يشتغل على الرايزنج ايدج، فبالتالي راح يشتغل على الرايزنج، واذا حاطينها صفر فبالتالي راح يشتغل وين؟ على الفولينج ايدج. وبالتالي اذا يعني الاي ان تي اذا تغيرت الستيت الها من صفر لواحد، طبعا اذا انتم كنتوا حاطين واحد بالرايزنج معناته راح يصير هنا راح ايش والانتربت انيبل مفعله، معناته راح يصير بهاي الحاله انتربت. اوكي وبالتالي شباب هاي البت اللي هي اللي هي انتربت ايدج سيلكت بت موجوده بالستات بالاوبشن ريجستر يا شباب، هاي بتحدد لنا بدنا احنا رايزنج ايدج يا شباب او فولينج ايدج للانبوت. اوكي تمام. وبالتالي شباب هيك بكون احنا خلصنا محاضرتنا لليوم. ان شاء الله المحاضره الجايه راح ناخذ مثال وراح نستوعب الامور ان شاء الله بشكل افضل. تمام يعطيكم العافيه.